تمثل الفترة هذه أيام خاصة بالنسبة للبيوت التونسية والعربية، واللي هي فترة امتحانات وفترة توتر كبير للكبار وخاصة للصغار. منين يجي ستريس عند الصغار وكيفاش نجم نعاون صغيراتنا في هالوقت الصعيب؟ هذا اللي باش نشوفوه مع بعضنا في هالفيديو. عسلمة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الستريس عند الأطفال أو عند المراهقين يجي غالبا بسبب خوف من الفشل أو خوف من إحباط الآخرين، اللي هما في أكثر الحالات الوالدين وساعات المعلمين كيف يبدأ الطفل متعلق بالمعلم أو المعلمة متاعه. مصدر الخوف لهنا يجي من مشكلتين، ينجم يكون مشكل من الوالدين اللي من كثر ما يحبوا المثالية في كل شيء يفرضوا على صغارهم مستوى عالي من النتائج، زاد الوالدين اللي يبداو يقارنوا في نتائج صغارهم بغيرهم حتى خواتهم. كيف ما نجم الخوف زاد يكون مشكل من عند الصغير في حد ذاته، وهذا بالذات كيف يبدا ما عندوش ثقة في روحه وفي حب الآخرين ليه. الطفل يبدا خايف لا ما عادش نحبوه على خاطره ما نجحش في حاجة وإلا ما جابش العدد أو النتيجة المطلوبة. كيفاش نعرف اللي ولدي وإلا بنتي عندها ستريس امتحانات؟ العوارض اللي بها نعرف إنه صغيرنا استرسي 3 أنواع: عوارض سلوكية، عوارض عضوية أو جسدية، وعوارض نفسية. العوارض السلوكية تتمثل في تغير سلوك الطفل فترة ما قبل وفترة الامتحانات، مثلا يتبدل الصغير، يهيش، يولي عاند، يولي ما عادش يركح في بلاصة واحدة، أو العكس يولي ما عادش يتكلم كما قبل ولا رايض أكثر من العادة. بالنسبة للعوارض العضوية أو الجسدية، تلقى الصغير يتشكى من وجيعة في رأسه وإلا كرشه، وساعات ما ينجمش يتنفس بالباهي ولا يحس في قلبه يدق بالباهي. بالنسبة للعوارض النفسية واللي نجمو نشوفوها عند الصغير، إنه مثلا يولي يشري في الشبوك، يتنرفز في الساعة، تلقاه زادة ساعات ديبريمي ولا يبكي أتفه الأسباب. فما زوز عوارض أخرين نجمو صنفوهم ضمن السلوكيات، لكن حبيت نحكي عليهم وحدهم، وهي الاضطرابات سواء في النوم، كيف يولي نومه مفرس ولا يحب شكون يرقد بحذاه وإلا يعدي ليلته في كوابيس، أو ساعات ترجع له حالة التبول اللا إرادي، كما ينجم يصير له اضطراب في الأكل، يا أما ما عادش ياكل وإلا ياكل برشا وفي كل وقت. هذم كانوا العوارض والأسباب اللي تخلي صغيرنا ستريسي فترة الامتحانات. توا نجيو عمليا كيفاش نجمو نتعاملو مع التوتر هذا. أول حاجة نهتمو بالجو العام للمنزل. الجو لازم يكون هادي مريح، مفيش عياط، مفيش مشاكل. حتى لو كان فما مشاكل في العائلة نحاولو ما نظهروهاش قدام الصغار، نحاولو نسيطرو على التوتر في داخلنا احنا. نعرف مش سهل انه بخلاف ستريس الدار والخدمة والكوجينة لازمنا نسيطر ونتحكم زادة بالستريس متاع امتحانات صغارنا، اما نحاولوا بقدر المستطاع ان ما نظهروش قدامهم رانا خايفين ومتوترين. ثالث حاجة نبعدوا على المقارنات، حتى لو كان اخوات في بعضهم، كل صغير وطبيعته، كل صغير وشخصيته، وكل واحد وقدراته. رابع حاجة نتقبلوا اللي صغيرنا ما عندوش نفس القدرات متاعنا ولا نفس الأحلام ولا نفس الطموحات. مش على خاطر أنتي كنت متفوقة في متير لازم ولدك يكون كيفك، ولا لازم يحب الحاجة اللي كنت تحب تقراها. هو شخصية منفردة عندها طابعها الخاص. خامسا نقوي ثقة صغيري في نفسه، نكلمه بإيجابية ونعلمه يحكي بإيجابية، نعلق له عبارات تشجعه قدامه، نحطها له في كراساته، في ساك الفطور، نفهمه اللي حبنا ليه كوالدين مش مربوط بنتائجه الدراسية ولا بالشهيد اللي باش يتحصل عليها. سادسا ما نخليهش يقص على الأنشطة اللي مستانس يقوم بها بتعلة الامتحانات، كانوا يرسم ولا يحب الرياضة وإلا المطالعة وإلا الموسيقى وإلا يهوى الأنشطة الخيرية، ما نبدلوش ريتم حياته. نحاول ننظم له وقته بطريقة يخليه يستفيد من ممارسة الحاجات اللي يحبها. سابع حاجة نهتم بالجين دو في متاعه،
الاهتمام بالطبيعة لازم يكون على طول العام، أما مسالش نحاول أني نزيد الاهتمام هذايا في فترة الامتحانات. نهتم بالماكلة متاعو، نحاول ما نخليه شاكل حلويات برشا، نحاول نعطيه أزيد فواكه جافة، نشربو الماء كفاية، نهتم زادا بالنوم متاعو في الكم والكيف، نحاول نخليه يرقد كفاية ويرقد منيح بطريقة مريحة. كانوا هذم 7 نصايح عملية تنجم تعاونك باش تعرف تتعامل مع ستريس نتاع صغيرك وقت الامتحانات. ان شاء الله يكون الفيديو فاتكم ولو بالقليل. نستنى كالعادة تشجيعاتكم، لايكاتكم وتعليقاتكم. ربي ينجح كل صغيراتنا ومتقانا ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلامة.